كان التفاضل كله تفكير، تمام؟ يعني كانوا قايلين ان هم هيعملوا 30% بس تفكير او امتحان، يعني 30% بس. دلوقتي الامتحان كله فيه تفكير، حتى اختر قعدنا فيه نص الوقت. الوقت كان كافي ولا مش كافي؟ لا ما كانش كافي خالص. الامتحان كان في مستوى الطالب ايه؟ لا مش متوسط نهائي. الامتحان كان الامتحان يعني مساله عايزه وقت. طلبه عندها طالبه طالعه الاول السنه اللي فاتت بتقول لي اعدي الامتحان حتى لو بنص درجه موافقه. محدش دلوقتي، كلنا متوقعين ان احنا مش هنجيب مجموع في ثانويه عامه. عملت ايه في الامتحان النهارده؟ حليت التفاضل والتكامل. عملت ايه فيه؟ كان طويل صعب وطويل والوقت ما يكفيش ومعقد يعني بيكررونا في حياتي. الامتحان بيبقى فيه اسئله المفروض ان كل الناس تحلها، وبعد كده اسئله بتقيم بقى المستوى، يعني انا شاطر قوي انا متوسط، بتبقى دي ما تتعداش مثلا 3 4 درجات، 5 بكتير في الامتحان، مش يبقى 3 4 درجات نحلهم والباقي ما نحلوش. بس فالامتحان معقد وطويل والوقت كله ساعتين، فما فيش حتى وقت ان انت تعمل حاجه. وصايمين ورمضان وسايبين لنا يومين قبل التفاضل والتكامل، وبكره يعني بعد بكره عندنا استاتيكا ماشي، فاحنا مش عارف بيعملوا مع علم رياضه كده ليه، مش عارف. هو الامتحان كان مليان كتير وافكاره صعبه، يعني افكاره مش مباشره، فكان محتاج وقت اطول. وفعلا كان الامتحان محتاج على الاقل تقريبا ساعه كمان، يعني الساعتين مش مكفيين خالص، لا يمكن يكونوا مكفيين الساعتين. لا صعب جدا، صعب حتى الاسئله اللي كل سؤال لازم فيه حاجه صعب. طب طالما ما طلبتوش ليه بوقت اضافي؟ طالما الورق مدينا الورق اصلا مدينا الورق 9 وربع، قلنا للمراقبين انتوا مدين 9 وربع متاخرين يعني، انا لا مش مشكله وهديك وقت اضافي ومش عارف ايه. جم الساعه 9 رن الجرس، كل عايزين ياخدوا الورق، حاجه غريبه جدا يعني. انتوا مدين 9 وربع عايزين تاخدوه برده الساعه 12، والامتحان طويل والامتحان عنده حاله اصلا، مش فاهم الصراحه يعني. طب ليه كده يعني؟ وعايزين مننا ايه؟ هي دلوقتي تطلع تتفرج على الامتحان يا مراقبه اللي جابوها معانا. طب صاروا بقى كده يعني.